عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. ايها الحب الكريم عشق الاصالة والتراث، لا زالت انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة من ارضية ميدان ارقعات برنس الميادين على بركة الله. شوطنا الخامس والخاص هنا بالابكار. شوط خاصة بالابكار في الطامين، مسافتنا ال 1500 متر. السيرة مع البداية مع المركز الأول، من تتقدم على المركز الأول الناوية عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي، بينما المركز الثاني الوصول التماس ملك حميد بن عبد الله بن سطيون الدرع، والمركز الثالث شاهينية خليفة بن محمد بن خليفة الدرع، والمركز الرابع هنا هزر ملك محمد بن بس غير بن ناصر الدرع من ياتي على المركز الرابع. نعود مع البدايه مع الصداره مع الانطلاقه الاولى. الله منذ الانطلاقه وهناك السيطره مع الناويه عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي، ولكن الوصول الشاهيني خليفة بن محمد وخليفة الدرع، وأيضا الوصول هزر ملك محمد بن صغير بن ناصر الدرع من ياتي على المركز الثالث. الله الله، بدأت المعركة، بدأت المعركة، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة. تابع تابع التغيير مع الشاهيني خليفة بن محمد بن خليفة الدرعي، باحث عن نقطة ثانية في هذا الصباح. سلام من الله عليك يا مال. ايضا الشاهينية على المقدمة على الصدارة، خليفة بن محمد وخليفة الدرعي، وهناك هزر محمد بن صغير الدرع. الله الله، لكن خلاص تهانينا والناموس، لحظات وصول الشاهينية معي الفوز. تهانينا للمرة الثانية، تهاني خليفة بن محمد بن خليفة الدرعي المركز الثاني، هزر محمد بن صغير بن ناصر الدرعي المركز الثالث. اذا ضبي ملك عبد الله بن علي، عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي الشاهيني، عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي. التوقيت الزمني دقيقتين 13 ثانية 95 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية خليفة بن محمد بن خليفة الدرعي.